معروفة في كل بيت خليجي بكلاسيكيتها وثقافتها وجمالها، وقربت المسافات بين الدول العربية، والجمهور بقى بيعتبرها إنها واحدة منهم وزي بنتهم، وزاد من التساؤل عنها بعد ما اتجوزت في السر من أمير قطري، وبعد ما طلبت الحكومة السعودية إنها تعمل شواطئ للستات زي دبي أبو ظبي. في الفيديو ده هنقولك حقائق مثيرة عن الإعلامية السعودية لاجين عمران، فتابع الفيديو للنهاية. في أواخر السبعينات كده الإعلامية لاجين عمران شرفت السعودية بعد ما اتولدت لأب سعودي وأم عراقية، وفي بداية حياتها عاشت في أمريكا، وبعد ما اتخرجت من الكلية اشتغلت في البنك السعودي الهولندي، لكن كان الإعلام بيجري في دمها لحد ما جت لها فرصة إنها تشتغل في قناة روتانا الخليجية، وبدأت المذيعة الجميلة رحلتها في الإعلام ونجحت في مجالها لحد ما بقت من أهم الإعلاميين السعوديين. لكن حياة الإعلامية لاجين عمران كانت غامضة جدا، لكن مع الوقت الناس عرفت أسرار كتير منها، زي إنها كانت متجوزة الشيخ سلمان آل ثاني في السر، وكان في الوقت ده لما حد يسألها عن حياتها وأخبار الجواز أو في خطوبة ولا لأ كانت بترد أنا مش عارفة ليه البنات والستات شغلين بالهم، مين اتجوز ومين بيشتغل، إيه كل واحد يبقى بحاله ياريت أفضل. أما قصة جوازهم حكايتها حكاية. في يوم كانت لاجين عمران كانت قاعدة في مكان سهرانة فيه، وكان الشيخ سلمان موجود هناك، ومن هنا وقع في حبها فقرر ان يتجوزها بس في السر، لحد ما خلف منها ابنها وهي تقوله عايزين نقول للناس اننا متجوزين، ما يرضاش، وتقال وقتها انها اتجوزته عشان فلوسه، وقررت هي وجوزها الامير القطري سلمان ما يقولوش عن جوازهم ده للعيلة الحاكمة في قطر، لكن في النهاية اتطلقوا بعد 4 سنين بعد ما طلب الشيخ حمد آل ثاني امير دولة قطر من الشيخ سلمان ان يطلق لجين ويقطع اي وسيلة تواصل معاها، وولاده يبقوا معاه وهو ما يسيبهمش ليها، لدرجة ان لجين اتمنعت في وقتها انها تدخل قطر علشان ترجع الفلوس اللي صرفها طليقها عليها الشيخ سلمان واللي عدت ال 25 مليون دولار، وفضل الموضوع سر لحد ما الناس كلها عرفت بجوازهم. كمان من ضمن الحقائق المثيرة عن لاجين عمران ان في يوم وحدة التحريات العامة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية لقت ان في بلاغ متقدم من واحدة من البنوك السعودية بيتهم الاعلامية لاجين احمد عمران انها خدت حوالات مصرفية بملايين الدولارات من حساب مجهول. وقتها البنك طلب فتح تحقيق مع لاجين عمران في المسألة المالية الغريبة دي، وكانت لاجين في لندن وإنها ما عندهاش حساب في السعودية، فازاي تحول لها فلوس؟ وطلع البلاغ كذب وكيدي. اللي ما تعرفوش بقى إن حجم ثروة لاجين عمران المثيرة بتكون ما بين 12 و13 مليون درهم إماراتي، يعني 4 مليون دولار أمريكي، وفي اللي قال إنه من شغلها بالإعلام أو من زواجها. فيا ترى بقى عمرك سمعت عن الأسرار دي للإعلامية السعودية لاجين عمران؟ ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات.